خلوني ابتدي معاكم بمعلومات واخبار ليها علاقه بالفرق اللي تاهلت حتى الان. النهارده خلاص انتهت التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، البطوله اللي اتغير مكانها وتغير ميعادها لحد ما جت في مصر. لينا عظيم الشرف اللي شايف وعارف ومتابع فاهم قد ايه في ابعاد مهمه جدا للبطوله ديت. خليني اقول لحضراتكم كده النهارده وبالكامل نتائج المباريات اللي في تصفيات بطوله الامم، التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه. البدايه مع زيمبابوي واللي فازت على الكونغو 2-0، والكونغو الديمقراطيه فازت على ليبيريا. يا ريت تطلعوها لنا على الشاشه يا شباب. كونغو الديمقراطيه فازت على ليبيريا بهدف دون مقابل. كاب فيردي او الراس الاخضر قدام حضراتكم على الشاشه. كاب فيردي اتعادل مع ليسوتو 0-0، وافريقيا الوسطى اتعادلت مع غينيا ايضا 0-0. بنين فازت على توجو 2-1، وتنزانيا فازت على اوغندا بثلاث اهداف دون مقابل. وهبقى اوصف لكم كده على لقطه في ماتش تنزانيا اوغندا انا نفسي ما صدقتهاش. ليبيا خسرت من جنوب افريقيا 1-2. وبهذا يكون النهاردة بهذه التصفيات بيكتمل عقد الأندية والمنتخبات بالكامل اللي هتشارك في بطولة الأمم الإفريقية. فاحنا بنتكلم على 24 فريق. ال 24 فريق هم بدايتهم مع منتخبنا الوطني منتخب مصر، منتخب اللي تأهل قبل الجولة الأخيرة وقدم مردود طيب جدا خلال التصفيات. بنتكلم على المنتخب التونسي، منتخب السنغال هو المنتخب الثالث، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالي، بوروندي، الجزائر، بنين، نيجيريا، غانا، كينيا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، وغينيا، وكوديفوار، أنغولا، موريتانيا، غينيا بيساو، ناميبيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب إفريقيا. ده بالنسبة للمنتخبات اللي تأهلت لبطولة الأمم الإفريقية. إن شاء الله إن شاء الله البطولة تكون موفقة من حيث الاستعدادات ومن حيث التنظيم والاستقبال، واللي أنا متأكد منه كويس جدا زي ما متأكد إن أنا طالع لحضراتكم على الهواء مباشرة دلوقتي، إنه مفيش جهد في أي مؤسسة في مصر إلا وسيتم مضاعفته من أجل بطولة الأمم الإفريقية.